البداية من أفغانستان، حيث يدعو مجلس الأمن حركة طالبان لتوفير ملاذ آمن للخروج تزامنا مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأمريكية من كابول. إذن تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو حركة طالبان إلى احترام التزاماتها من أجل خروج آمن لكل الذين يريدون مغادرة أفغانستان. وصوت 13 عضوا في المجلس من أصل 15 على المسودة التي تضمنت بندا يوافق على إعادة فتح مطار كابول سريعا بعد الانسحاب الدولي من البلاد. وعقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة مشروع قرار بريطاني فرنسي بشأن أفغانستان، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت على القرار، ولم يتضمن القرار أي مطالبة بإقامة منطقة آمنة دعا إليها الرئيس الفرنسي في وقت سابق. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا نبيل أبي صعبة مراسلنا من نيويورك. أهلا بك نبيل. إذا جلسة لمجلس الأمن كانت قبل قليل ونقلنا يعني جزء من معطياتها على التلفزيون العربي، امتنعت فيها روسيا والصين عن التصويت على مشروع القرار الذي يطالب أفغانستان أو يطالب حركة طالبان بالالتزام بتعهداتها. نود أن نفهم صورة ويعني كواليس هذا التصويت وما جرى. نعم رولا، في الواقع الجلسة انتهت قبل لحظات، ولا أعلم إذا كنت ترين خلفي السفيرة الأمريكية هنا تشرح موقف بلادها في شأن هذا القرار. كان مفاجئا وجود هو أو فجوة بين الموقف الغربي المتمثل بالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من جهة، والموقف الذي أعلنته كل من روسيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت على هذا القرار في رسالة احتجاجية على مضمون هذا القرار. بالنسبة إلى الموقف الغربي، كان واضحا أن الدول الغربية تريد أن تؤمن مظلة دولية للوضع في مطار كابول وكابول بعد انتهاء المهلة الأمريكية المعطاة في شأن استكمال الانسحاب، وهو ما حصلت عليه في هذا القرار الذي نص بوضوح على ضرورة أن تتعاون الأطراف المعنية مع الشركاء الدوليين على اتخاذ إجراءات وخطوات عملية لتأمين المطار والمنطقة المحيطة به. هناك الكثير من الغموض في هذا القرار حتى الآن، ونتوقع أن تتضح فقرات هذا القرار ومضامينه في الأيام القليلة المقبلة. ولكن من الناحية الأولية، بات لزاما هنا على حركة طالبان أن تتعاون مع الشركاء الدوليين المقصود بهم وفق ما تشير كل الترجيحات هي الدول الغربية التي لم تستطع حتى هذه اللحظة إنجاز كل ما يتعلق بتأمين انسحاب آمن لمطار كابول وتأمين إدارة آمنة أيضا لهذا المطار والمنطقة المحيطة به. وبالتالي بات لزاما الآن على حركة طالبان أن تتعاون مع هذه الدول الأجنبية لتأمين المطار والمنطقة المحيطة به. وهذا الالتزام على حركة طالبان لا ينطلق فقط من الاتفاقات الثنائية التي كانت عقدتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى، بل من قرار أممي صدر عن مجلس الأمن وله قوة القانون الدولي الآن. وبالتالي هذه نقطة ضغط دولية على حركة طالبان في الأيام القليلة المقبلة للتجاوب فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية المتعلقة بمطار كابول. وبالتالي من ناحية أخرى، الموقف الروسي الصيني كان ملفتا. أكمل أعتقد نعم. بأنك انتهيت من هذه التفصيلة عن هذا الموضوع، تفضل نبيل. نعم، إذن روسيا والصين يعني يبدو أنهما طالبتا خلال المشاورات المتعلقة بمشروع القرار خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بإضافة فقرات، أولا تحدد بالأسماء التنظيمات الإرهابية التي
يجب أن يستمر أو تستمر مكافحتها في أفغانستان. روسيا قدمت لائحة بهذه التنظيمات وهي المصنفة إرهابية بموجب لوائح مجلس الأمن الصادرة في قرارات سابقة. أيضا روسيا والصين أرادتا أن ترفع الدول الغربية خصوصا الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على أفغانستان، لا سيما المتعلقة بتجميد أرصدة أفغانية في الخارج. هذا الأمر برره السفير الروسي فاسيلي نيلينزيا في الجلسة بأن أفغانستان بحاجة الآن إلى كل الموارد المتاحة أو التي يمكن أن تكون متاحة لدعم عملية التنمية والنهوض في البلاد، خصوصا أن أفغانستان تعاني الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. هذا الطلب الروسي والصيني رفض من جانب الدول الغربية الثلاث التي كانت قد أعدت مشروع القرار، أي بريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة، وهو ما أدى بالصين وروسيا إلى الامتناع عن التصويت على القرار كرسالة احتجاج دون أن يعني تستخدم الفيتو لتعطيل القرار بشكل كامل. نعم. ولكن أعتذر هذا منك القرار نبيل فقط فجوة في الأيام المقبلة. نعم. في التعامل مجلس الأمن مع الوضع. تمام، أعتذر منك فقط لو تعيد لي ما هو الطلب الذي تم رفضه، صوتك بالنسبة لي لم يكن يصل واضح. رولا لا أستطيع رفع صوتي أكثر هنا بتعليمات من إدارة الأمم المتحدة. نعم. إعطاء المجال للتصريحات الجارية الآن من سفراء الدول الأعضاء، ولكن سأحاول إعادة هذه الفكرة المتعلقة بالاعتراض الروسي والصيني. روسيا والصين طلبتا أن ترفع الدول الغربية العقوبات وتجميد الأرصدة الأفغانية الذي تفرضه الدول الغربية الآن على أرصدة أفغانية موجودة في أراضيها أو مصارفها. تمام. روسيا بررت هذا الأمر على لسان سفيرها فاسيلي نيلينزيا بأن أفغانستان بحاجة إلى كل الأرصدة الآن، وهو ما يجب على الدول الغربية أن تتجاوب معه لإطلاق عملية التنمية وإعادة الإعمار ومعالجة الأزمات الاقتصادية في أفغانستان. ولكن هذا الطلب الروسي الصيني رفض من جانب الدول الغربية وفق ما أوضح مندوبا روسيا والصين، وهو ما دفع بروسيا والصين إلى الامتناع عن التصويت على القرار كرسالة احتجاج للمشروع الغربي. تمام، وصلت الفكرة، شكرا لك على هذه التفاصيل، صوتك واضح بالنسبة لنا على الهواء. شكرا نبيل أبي صعب من نيويورك على كل هذه التفاصيل.